ما بتعتب خطوه واحده جوات البيت، خليها مثل الكلبه برا. يا ابو حسام عيب هذا اللي عم تعمله. انا اللي عيب ولا انتوا اللي واقفين بوش الدوله؟ الدوله اللي مفضله عليكم واحد واحد. هلا نحن مو جايين نحكي باللي صار. ام حسام عاشت معك عمر وعيب تعمل معها هالشيء؟ اخي ما عاد بدي اياها، حدا اخو مرائي ما عاد بدي اياها، راحت تركتني ووقفت مع الخونه. نحن خونه يا ابو حسام؟ ولا خونه ونص. انا على بيتي ما بفوت هيك شكيلات. الحق مو عليك، الحق على اللي دق بابك ولسه دم الناس ما نشف. بالله عم تمنني انك دقيت بابي. انت دقيت بابي لتترجاني، مو انه جايب لي شي 500 ليره ولا كيلين تفاح. لا سيدي لا، عم ندق بابك لانه لسه معتبرينك ابن حارتنا، والظفر ما بيطلع من اللحم. اخي انا ظفر وطلعت من اللحم. يا عيب الشوم عليك يا عيب. امشي يا اختي يا حسام، بيوت المساكن كلها بيتك، واللي بيصير على اولادنا بيصير عليكي. ايه روحي معهم، خليه ينفعوكي باخر حياتك. ليك ابو حسام الخرفان، تنطب وبتبلع لسان ولا بعمل لك خرايط بوجهك؟ شو قلتوا؟ لا ولك كل ايش لعنيعك، لحد هلا محترمينك ومعتبرينك ابن حارتنا، بس لا، لو كنت ابن حارتنا ما بتتشفى فينا وبوجعنا. يلي من ايده الله يزيده. وعلى كل حال انت اهلك ما عرفوا يربوك، لو كان عرفوا يربوك بعد هيك بدي العن ابو ابوها. طول بالك يا خلوان، دخلتني بدك تركه. طول بالك ابو مريم، نحن مو جايين نضرب واحد على حفه قبره. على كل حال انتوا كلكم على حفه قبركم، وعيب علي اذا بقرا الفاتحه على روح واحد من بيناتكم، لانكم ما بتستاهلوا الرحمه. يا سيدي نيالك بهالعيشه. وينكم يا جماعه؟ من اليوم ورايح ابو حسام مو منا. اللي بيشمت فينا مو منا، واللي بيرمي عليه السلام بيكون قليل اصل مثله. يا سيدي وبالناقص من حفلة خوني. امشي 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 امشي. شاب مروان
سلامات استاذ. اهلين 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 ابو نعمان، كيفك؟ انا هلا بالنفوس. ايه نفوس؟ رحت على السجن واكتشفت انه اختك طلعت على بيت جوزها. جوزها؟ نعم استاذ، اختك سناء تجوزت على سنة الله ورسوله من شرطي بيخدم بالسجن اللي كانت محبوسة فيه، واسمه سالم. وكان يطمن قلبي وقلبك اخذ صورة هويته للشاب بعد ما رفعت قرشين، والحمد لله اختك لا عيبه ولا شيء، مجوزة بعقد نظامي ومسجلة بالنفوس. الحمد لله. واكيد استاذ اخذت لك عنوانه بالتفصيل. ماشي ماشي ابو نعمان. انت روح لعند الاستاذ غياس وخذ تعبتك منه. ماشي والله يا استاذ، ما بدي غير سلامتك. مثل ما عم اقول لك ابو نعمان، بتروح لعند الاستاذ غياس وبتاخذ تعبتك منه، يعطيك العافيه. ما بدك عنوانه للشاب؟ لا لا خلص، انا بس بدي اياه بطلبه منك. ماشي على راسي استاذ، تقبرني شيء؟ يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه، الله معك. شلونك جابير؟ أهلين أهلين معلم أبو نبال، هذا أنت؟ شو وينك؟ هو إني يا رجل، شو إني إلي سنة بحكي معك، أنت خارج التغطية. هلا مو وقته هالحكي، أنت هلا وين؟ أنا ريحة غاز قوية سيدي، في إجرار غاز انفتح هون. أكيد سيدي، لأنه في زنزانات تانية فيها حالات إغماء، يعني القصة مو صدفة. أكيد مو صدفة، أكيد. رئيس الفرع نسلح الزنزاني عم يقول. ونحن شو دخلنا؟ ما دخلنا سيدي، بس أنا قلت لخبرك. ناصر بدي إياك بارد مثل التلج وتفاجئ بالإسكان. حاضر سيدي. احترامي سيدي، روح لهالشغلات. حاضر سيدي. تفضل سيدي، إذا بدك بركي تفضل. اللي عملته يا رؤوف راح دفعك ثمنه غالي، راح خليك أبرح. كلكم اللي عملته اليوم كوم تاني. ليش أنا شو نسيت؟ أنت رهن التحقيق يا مقدم رؤوف، وهلأ راح طالع أمر بهالخصوص. خصوص شو سيدي؟ تروح على بيتك ومكتبك ما بتفوته منوب، عم تسمعني؟ ومن اليوم